بصح انا نعطيه لوليدي هذا المبلغ يستحيل 500 فرنك 500 فرنك تاع ليبيا تاع على بالي كاتبك ما معرف لا كانت شبه عليه ولا لا قالوا هذه قالوا فيها 50 قهوه حليب المصيبه تقوى كاع قهوه حليب قالوا كي تخلص واحد يجي تسبني يجي تسبني ويجي لك ويجي لك 500 فرنك يعني كان هذه عقبت هذه المرحلة هذه مرحلة مرحلة الشباب مرحلة يا سيدي مشيت أنا عينوني مدير الشؤون الدينية في فلسطين وهو كان يقرأ سنة أولى ثانوي وكذا سنة أولى ثانوي في بلادنا رحت كان عبد الحميد ديك حلو كذا مدير ثانوية عبد المفاضل من المحترم وكان في اللحظة هذه كي رحت انا سجلت مدير ثانوية على خاطر باش ينتقل من انا انتقلت من بعدنا للطيب يعني يظهر علي سي عبد الحميد سي عبد الحميد لك هذا كان رجل فاضل ورجل خير وكان معجب بعز الدين هو هذاك ساعتها انا سنة أولى ولا ثانية ثانوي أولى ثانوي أربع سنوات حتى نجح في الامتحان البكالوريا نجح باسم ثانوية الملكة بن بطوس الرعاة الملكة بعد بن بطوس التحق بالبنون الجميلة في بورلو في برج الكمال ما طولش فقنا فيها ما كملت السنة ولا رجع استشرني الجامعية استشرني هذه دكتور مليحة قريبة استشرني قال لي وش رأيك لو كنا نسجل في المدرسة الوطنية للإدارة قلت له عجل بها لا تشاوريك بها لي على خاطر اللي يدخلوا المدرسة الوطنية للإدارة يخرجوا في إدارات وكذا في الخليج يعني الفكرة تاعنا يعني ما زلت يعني داخله في اذهاننا وفي افكارنا وفي ها يا سيدي انا مشيت الحج خلش نحكي لكم مشيت الحج سنة 80 في وقت بعد اسبوع خرجت من الدار اللي مقيم فيها واحد شاف قال لي تبوا ديري تبوا ديري قلت له العب لي وقال لي ما دخلت في المدرسه الوطنيه وهو من الاوائل من جهه تعسفت يا سيد الزلزال المدمر اللي وقع في الشرق وامتد حتى للصيف ومن جهه فرحت كي تجي قهوه في المدرسه الوطنيه هذا مكسب على كل حال خاطر اذا جعت او دخلت المدرسه الوطنيه هزيت التليفون كلمت الدار كلم معايا صلاح الدين بني قال لي هاو شوقعها وشوقعها وقال لي راه بقية جات البارح لعزتي قالوا لي خش تتعب بالمدرسة راهو نجح يا مليح رحمة رب العالمين على كل حال طبعا طبعا الواحد يعود عنده يوصل هذا المستوى هذا وتموت هو في الدراسة تاعو ولا في كلش يجيب يكون في الحال دائما وابدا وربي يوفق ان شاء الله ووفق المجتمع الذي ما فيه خير هذه حوصلة يعني حياة عز الدين يعني من السيطرة نتاعو حتى 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 التخرج نتاعو من المدرسة الوطنية للإدارة هي المدرسة الوطنية وزاد أدى الخدمة الوطنية سنة سنة 84 ولا؟ أروح من كنا خرجنا. 84 إيه. نتمنى إن شاء الله تجي بخير إن شاء الله. هذا هو. هذا هو شيء. تشرب قهوة وعدك برد أنا ما شيخ سليمان
Thank you.